من وحي العود نلتقي معكم مجددا مع الأستاذ والفنان القدير الحاج يونس. تكلمين على المقطع هذا اللي تنسمعه مباشرة هكذا يا المستمعين الحاج. هو العود كله وحي كله، لأنك نقول لك العود مر مراحل، نعم، مر بعباقرة، نعم، مر بأساتذة، مر بعدة مدارس، نعم. فطبعا كيبقى ذاك لوكاشي ديال كل واحد، كيبقى الكاشي اللي ملحن، يعني النوع يعني البصمة الملحن، وكتبقى البصمة العازف، نعم. أما كنقول لك العود كيف قلتي قبيلة، العود عنده تكفي على أنه اسمه أسد الآلات. أسد الآلات، نعم، الأسد. هذه غنزيدها تاهي على البربط والشبوط. الحاج يونس، حنا تنهضروا على العود، عرفنا منين المدرسة وكذا وكذا، ولكن حاجة مهمة المقامات اللي تيتلعبوا في العود، شناهما المقامات؟ المقامات هما المقامات الموسيقية، هما المقامات، ماشي المقامات ما كيتسوقش بالعود. المقامات هي باش غادي نفسر، مثلا كيقول لك الاغنيه الفلانيه او المقدمه ديال الاغنيه في مقام فلاني، نعم. مثلا كيقولوا يا اما مقام رازت او مقام سيكا او مقام حجاز او نعم. مقام بياتي او مقام نهوان او مقام هذا. والغريب في الامر حقيقه، يعني كل هذه المقامات، نعم، هي ماخوذه من الفرس، كلها مقامات فارسيه. حتى مقام الحجاز، غادي نجي لكم ما هم المقامات. حتى مقام الحجاز فهو كيكون نسبة للحجاز، فهو ليس بمقام حجازي، فهو مقام فارسي. كاين مقام اللي عنده تقريبا صاد ملاه يالله مات هذه تقريبا 16 سنة باش مات، اللي صنع مقام، وغادي نرجع لكم ما هم المقامات، خلق مقام اللي سماه مقام اللامي. هذا المقام اللامي ملاه اسمه الموسيقار قبنجي، هو عراقي، نعم، ومات من 16 سنه. اذا هذا كيقول سي سي سي، وهذا المقام ما سماش لاغام، اسمه لو مود، لو مود سي ماسكولان، نعم. قلت لك وهذا المقام اللي صنع هذا القبنجي، كل الملحنين يعني العرب باستثناء العراقيين ما قدروش عليه. شكون اللي قدر عليه؟ محمد عبد الوهاب، الله، الوحيد اللي قدر يلحن ذاك المقام. اذا غادي نرجع شنو المقامات. المقامات هما الالوان، مثلا حنا كنشوفوا الالوان، كنشوفوا الخضر، كنشوفوا الاصفر. الحاج يونس اسمح لي قبل ما نديروا المقامات، ندير عافاك الله يخليك الكاسك، عندنا لك مكالمه هاتفيه، وعاد نرجعوا للمقامات. معنا الملحن المغربي حسن القدميري، اهلا بك على امواج اذاعه المغرب العربي. الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا، كيداير؟ ورحمه الله وبركاته. كيداير استاذ؟ لاباس عليك، صحيحه بخير؟ الله يطول عمرك، الله يبارك فيك. انت من الناس اللي ما تعرفوكش، راه انت يا اغاني ديالك راه بقاو خالده، تغنيوها الكبار والصغار، اغاني غنوها الاساتذه كبار ومنهم، نعم، ما تقش بيا ولا بارد وسخون، وكذلك الحاج يونس اللي هو ضيف برنامج موزايك. تفضل الحاج يونس. لا انا كنقول لك، انا سيدي 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 سي حسن، انا 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 ما تصورش الفرحه ديالي اللي غادي شاركني في هذا البرنامج هرم. انا ما لا يعني انت ملي كنبداو نهضروا عليك نساو الشيء الاخر. الله يطول عمرك سي حسن، وخليه يهضر. انا كان في كما كنقولها، كيصعب على الانسان ان يهضر يتكلم او يحكم على واحد العبقري، واحد الانسان فوق المستوى ديال الهضره. يعني هو الحاج يونس يا اخي راه ماشي اي واحد، هذا انسان اللي من القلائل في العالم، ماشي بالمغرب، من القلائل في العالم. اولا العبقريه ديالو في الفهم الموسيقى، وفي التضحيه ديالو باش يلقن العلم ديالو والمعرفه ديالو الكبيره للاطفال، ماشي قليل. وثم يعني ندور في المغرب مجموع وفي العالم مجموع، ما كنلقاوش هذا العازف بهذه الرقه وبهذا الاحساس نعم، وبهذا الايمان نعم. يعني هادشي من المسائل القليله في الدنيا هذا الوقت، نعم. فالحاج يونس كيصعب عليا نقول انا
انا كنخجل نقول انا حاجه مزيان هو فوق هذا المستوى. نعم فوق الكلم فوق هذه الكلمه ديال مزيان وديال عبقري وديال حاج يونس. انا قلت من القلائل يعني اللي كتعرف بان الدنيا في التاريخ كيخلق كل 100 سنه واحد الفرد انجيني كيكون فوق انجيني. نعم هذا لو جيني il est particulièrement visé parmi Hadj Younes. Il a le génie, il a le génie du luth, il a le génie de la connaissance de musique. Il a, vous savez, en ce qui concerne la culture, il a toujours été présent pour faire bénéficier de ses connaissances les plus étendues à l'ensemble des personnes, à l'ensemble des musiciens, à l'ensemble des élèves. Même les grands musiciens en profitent de ses connaissances. نعم. moi-même, Hassan Al-Qadmiri, je profite de ses connaissances. العفو أستاذي, العفو أستاذي. أنا نقول لك أنا هذه الكلمات اللي قلتي عليه اللي قالها علي, أنا كنقول أنا دائما كنسميك يعني أنا كنقول هرم. كنقول vous êtes un pilier de la musique marocaine, un pilier de la musique du nord, un pilier de la musique arabe en général. سيدي حسن القدميري يقول عليه هذا الكلام. أنا أخجلتني يا حبيبي. أنا ملي كنت عالي في الموسيقى ملحن. أنت تشارك أكثر من هذا الشيء. أنا ما عنديش الكلمات الكافية أو اللي كتعبر عن نعم. الشعور اللي كنشعر لي. الله يخليك. يعني المسائل اللي عملتها واللي كديرها والإيمان والرغبة والتضحية يعني حاج يونس يعني هو يعني شعلة بوحدة في الدنيا. وتلميذ حسن القدميري. وتلميذ ديال الاستاذ حسن القدميري. والله نتعلموا منكم وانتم والله الا استفدنا حنا استفدنا منكم اسدي حسن. الله يخليك لينا يخليك وليداتك ويطول عمرك وتربتينا وتربتي شعوب اغانيك. نعم استاذ. وشكون اللي ديك انا كنقول لك سيدي حسن الريبيرتور ديالك كعبقري ناخذوا غير وحده ما ناخذوش المئات اللي ملحن ناخذوا غير ما تقشيبيه. الله صافي ناخذ برد وسخون صافي بركه راكي اللي دار 100 قطعه ما بنت وحده. تبارك الله ما شاء الله عليك اسي حسن. ولكن انا كنعتبر الحاج يونس فوق هادشي كله. الله يطول عمرك. والله العظيم بالله اسيدي اسمع لي استاذ انا بالنسبه لي حاج يونس شي حاجه مقدسه. الله يطول عمرك. خص الانسان يمشي يزورها غير باش يستافد منها. الله يطول عمرك. نعم سيدي هذا يعني ماشي انا حسن بالنسبه لي يعني خاص من الخاصيات يعني الشيء اللي ما يمكنلكش خاصك توضى باش تهضر عليه. الله 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 شكرا الملحن حسن القدميري وتنشكرك انك لبيتي الدعوه ديال برنامج موزايك على الامل انك شي نهار تجي لعندنا الموزايك ونتكلموا على مسيرتك الفنيه ونتمنوا لك الصحه والعافيه. الاستاذ والملحن الكبير المغربي حسن القدميري. كلمات زوينه ياك. شكرا سيدي حسن شكرا. يعني. انا هذه الكلمات اللي قلتي حقيقه والله انا حس يعني جي بري ان دو شواد حسيت راني بردت. نعم. راني لا مازال باقي لك مفاجأة. نبغي نوري هاد الصوره للكاميرا وغندورها لك اسي سي الحاج يونس. هاد 10 دراهم بالعود شنو تشرح شنو قصه هاد البيي ديال الورقه النقديه ديال 10 دراهم اللي فيها عود نشرحوها للمستمعين ونرجعوا للمقامات راه ما نسيتهمش. هذه طبعا هذه لعمري ما ننسى هذه تكبير مولوي ديال سيدنا الله الحسن الثاني الله يرحمه اللي عطاني العود لو 23 اوت 1983 في نفس السنه درت هذه الورقه النقديه من فئه 10 دراهم وكتجيني مكالمه يعني دو نيفو وكيقالوا لي غادي تشوف واحد سير لدار السكه وتشوف المفاجاه الكبيره. فحقيقه هذيك الورقه ديال 10 درهم قبلتها لا لانها هي ورقه نقديه. نعم. قبلتها لانها تكبير. نعم. الفنانين. نعم. وتكبير العود وكنقول الحسن الثاني الله يجد عليه الرحمات يعني كنت انا السبب ديك ونصر آلات العود. الله ينصرو كان نصر حيت واحد الكلمات دي منتصير. نعم. لما عطاني العود الذهبي قال لي بالحرف قال لي كتعرف هاد الاله لو لوت الى تون فوا دو ديسباريسيون. نعم. لان حتى مصر ولاو كيديروا الجيتار ولور اكثر ما داروا العود. وعاود حياه هاد الاله فضل الحسن الثاني الله يرحمه. الله يرحمه. اذا
حنا تنهضروا على العود وكما قلتي الحسن الثاني الله يرحمه كان قال بان العود ما يبقاش لا غوليف واش الي تاسوري هنا في المغرب حنا نديروا في المغرب ولا المغرب العربي لان عندنا المستمعين في الجزائر وتونس وليبيا وكذلك في كل المناطق غادي نقول لك صراحه على ان ماشي كان جامل حيت انا مغربي يعني اكبر عازفي العود في العالم هم مغاربه نعم كاينين غوليف كاين نعم. كبير كاين لا غوليف كاين خصهم تعطيهم فرصه باش يبانوا المدرسه الحقيقيه الزريابيه كاينه هنا في المغرب نعم. وكاين نقول لك كاين سعيد الشريبي نعم كاين الماء المعلومي نعم. كادير واش يقدر عليه شي حد حتى هو نعم كاين عز الدين المنتصر نعم كاين لائحة طويلة طويلة وأكبر عازفي العود في المغرب كان تكروين نعم. هاد الناس إلا خذوا عود ومشوا لأي بلد في العالم نعم. يهبطوا مهما كان عازف مهما كان درجته يهبطوا المغرب تبارك الله اللي كنت هزيتي بدرابو ديال العود لأن في 2000 خديتي وسام الثقافة لأجل السلام تختاريتي كيفاش جات هاد القصة ولكن عندي مكالمة قالوا لي عندي لك مكالمة كذلك مع ان شيف دوركاس وان ديريكتور ارتستيك غنيم عبد القادر مرحبا بك في موزايكا. مرحبا بكم مساء الخير. لاباس عليك؟ الحمد لله. بغيتك عافاك تكلم لينا على الحاج يونس واش يمكن لك تقول في عجاله لان تجرب الوقت تيدوز وخاصني عندي بزاف على هاد القضيه ديال 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 كيهز الدرابو دابا هي الاولى الغريبه المغربه ولا الغريبه اللي وقعت لي مع الحاج كيفاش تعرفت عليه النهار الاول يعني بمحض ماشي صدفه يعني كنعرف الحاج يونس وانا صغير كان كيعاود لي عليه جدي دائما وكنت كنتفرج في التلفزيون كنت في واشنطن 97 كان عندنا مهرجان العربي قبل لي شو ديال العرب عيد الله ذا فويس كانت مسابقه ديال احسن صوت ديال العرب الامريكيين في الولايات المتحده الامريكيه وكانت غادي الفرقه المسيحيه من مصر وانا جيت للديريكتور ارتستيك وقلت كان الحاج كان شي نهار تلاقى مع خالي في المطار بالصدفه وقال لي ودي راه عندي اختي في الولايات المتحده الامريكيه يجلس في شي اوركسترا فعيطت للحاج قلت له الله يخليك الحاج راه خاصني اوركسترا فوق هذا المهرجان الكبير اللي كندير على الام بي سي الفوق سيتي سوبر غرونديوز في واشنطن والحاج ما اول مره كان في جامعة الطير كان في الأوبيرا كنعيط في الأوبيرا ديال القاهرة ليبوك كنعيط كنقلب عليه في الأوتيل وهو كيقول شكون هاد السيد هذا مسلطاني المهم لونغ ستوري شورت الحاج يونس بغير الكلمة جا عندي تمشي جبتو من نيويورك جايب معاه 24 عازف مغربي منهم عزيز الله يرحمه بلا ما هضرنا ما وجاو في ثلاث أيام هما كيتمرنوا باش دوزو 12 مغني وعاد جوج ديال لي ستار لوتي بوشناق وعاقش كل هاد اللي كان معنا المهم الحاج وكانت وحده من الميور كونسير اللي حضرت لهم انا في حياتي واللي جيو برودوير نجي نقول لك الحاج ومن ذاك النهار هادشي كان كنقول لك 99 من ذاك النهار شاك فوا كيكون شي حاجه اللي فعلا خصني تعسفي العالم الحاج جونس هو اللي كنعيطوا ليه هو ده من 2004 هو سفير الثقافة المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية غني مع بقادر الحاج يونس كان من الأول الناس اللي عزفوا في سميتسون انستيتوشن يعني في أكبر المتاحف وأكبر المسارح في الولايات المتحدة في الأوبرا هاوس أوبرا واشنطن وغنختم الفصل هذا لك واحد القصة صغيرة تفضل يلا عندك دقيقة لأن باقي عندي لي واحد مكالمة أخرى تفضل أستاذ تفضل كان التكريم ديالو في جامعه جورج تاون وجبنا كانت في حضور جاي الهيئه الدبلوماسيه كاملين وكل شيء جا الحاج يونس جيت جبتو بكري الحسن مع السبعه ونص جبتو انا مع الربعه ومن الربعه هو الحاج كيتسنى وهاد ديك الساعه ما كنعرفش الحاج مزيان لا سانيتي سوبر كليماتيزي فاش وصل الوقت ديال الحاج تاع 11 اللي عاد لا شاد لي اجل الوقت ديالو ندخل مع الصب في قسم هو كيسيف داك الوقت قلنا تما خلينا شنو غادي يدير حتى انا برد واش غنقول لك فاش بدا يلف كاع الناس اللي حتى كانوا كيقولوا هاد الخير واش غيطلع السوار شنو غيدير لنا هادشي ماشي تي يمكن واحد من كاع داك كان السي محمد بن عيسى الله يذكره بخير هو السفير ديالنا في واشنطن كان معنا هذيك الساعه اكزاكتو كان عبد المواطن
عبد المعطي حجازي. مع عبد المعطي حجازي. سيتي سوبر اكساودي من الحاج يمكن من قلال الناس اللي كيعرفوا القيمه الحقيقيه ديال الحاج يونس. نعم. يمكن الناس اللي عاشوا بزاف على برا وشفت شنو كيدير باسم المغرب على برا وحتى في الداخل. نقولها بكل صراحه الحاج هرم. نعم. وللاسف نقولها حقه معطيه من عند الناس ومن عند الناس اللي كيبغيو ومن عند الناس اللي كيعرفوا بالقيمه ديالو. نعم. ونتمنى ان الناس فعلا يدركوا ان عندنا قيمه فنيه كبيره في مثل الحاج يونس. شكرا شكرا شيف دوركستر وديريكتور ارتستيك غانم عبد القادر انك دخلتي معنا في هذا المباشر وضيف موزايك الحاج يونس. شو ممكن لك تقول على هذه المكالمه الحاج يونس؟